وبالنسبة للبند الطارئ، الرقم الذي حصل عليه البند الطارئ المقدم من المجموعة العربية هو رقم حقيقة يستحق التقدير، وإن شاء الله نستمر في المستقبل في تقديم بنود طارئة تعود أو تمثل وجهة نظرنا كمسلمين وكعرب بالتعاون مع الأصدقاء في كل دول العالم ممثلين ببرلماناتهم. الزيارة اللقاءات الثنائية أيضا مع العديد من البرلمانات على هامش هذا المؤتمر لها دور كبير في إيصال رسالتنا كبرلمان كويتي وإيصال قضايانا المهمة وحشد التأييد لخطوات مستقبلية أقوى وأفضل إن شاء الله. يمكن لا أستطيع أن أتحدث عن تفاصيلها في الوقت الحالي، بس بالتأكيد نحن نعد العدة لخطوات متقدمة أكثر في المستقبل عن طريق التنسيق مع كل برلمانات العالم، ومتى ما وجدنا التأييد والمساندة الكافية لأخذ أغلبية مريحة في التصويت ستطرح كل هذه الأفكار إن شاء الله في المستقبل.